السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ دلوقتي يا جماعة هقول لكم على السؤال بتاع المسابقة الجديدة عشان خاطر كله يجمع ويشترك فيه، عشان عاوزين نكسب عدد كبير ان شاء الله بإذن الله. السؤال الجديد اللي هنزله النهاردة هيكون اعلان النتيجة بتاعته بعد يومين ان شاء الله بإذن الله، وبرضو الفائز معانا هيكسب معانا مخدة طبية ميموري فوم. تمام، انا هنزل لكم السؤال دلوقتي على هقول لكم عليه، والاجابه اللي هيجاوب عليه بشكل صح هيكسب معانا مخده طبيه ميموري فوم. يا ريت يا جماعه كل يشترك معانا عشان عاوزين نفرح ناس كتير ونكسبكم معانا، وطبعا لايك وشير للفيديو ده يا جماعه، يعني كل اللي يشترك في المسابقه يشير الفيديو ده على صفحته، ويكون طبعا مشترك في القناه، ولايك للفيديو على والتعليق او الكومنت الاجابه على نفس الفيديو يا جماعه. ده السؤال بتاع النهارده، ايه يعني ايه؟ عاوزين عدد المراتب السوست المتصله في شركه يانسن، عدد واسماء المراتب المتصله في شركه يانسن. اللي هيجاوب يجاوب يقول لنا عدد المراتب السوست المتصله في شركه يانسن، هم كام موديل بالظبط واسمائهم ايه. السؤال تاني يا جماعه، كله اللي جاوب صح يذكر عدد اسماء عدد الموديلات السوست المتصله في شركه يانسن واسمائهم، يقول لنا عددهم كام موديل سوست متصله في شركه يانسن واسمائهم ايه. الاجابه الصحيحه اللي هيجاوب بشكل صحيح، طبعا زي ما قلت لحضراتكم بنجمع كل الاسماء زي ما كده وبنعمل عليها قرعه، والفائز هيحصل على مخده ميموري فوم طبيه، اللي هي الطبيه زي حضراتكم شفتوها. تمام، احنا زي ما قلت لحضراتكم بنعمل لكم مسابقات، وهنعمل لكم مسابقات كتير عشان خاطر نفرحكم معانا ونكسبكم معانا، عشان طبعا كل مره بقول لكم عملائنا هم شركاء نجاحنا، فلازم نفرحهم معانا ونكسبهم بخصوص شهر رمضان الكريم. طبعا دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناة عشان اقول لكم على كل جديد. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم مكاوي، وكل عام وانتم بخير.